النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أعلن مصرف البحرين المركزي تغطية الإصدار رقم 1994 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها المصرف نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 6 ديسمبر 2023 وتنتهي في 6 مارس 2024. كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 6.44%، وبلغ معدل سعر الخصم 98.399%، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 129%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 210 مليون دينار. أعلنت مجموعة جي اف اتش المالية انضمامها إلى المنتدى الاقتصادي العالمي كشريك مشارك، وذلك تماشيا مع التزامها بدعم التحالفات المثمرة واستراتيجيتها للتوسع العالمي. وتتطلع المجموعة بشكل كبير إلى مشاركتها في ندوة تشكيل مستقبل أنظمة النقدية المالية التي تقام على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي. وقال السيد صلاح شريف رئيس العمليات التنفيذية لمجموعة جي اف اتش إن هذه الشراكة تعكس الالتزام المجموعة بمواصلة توسيع أعمالها وشبكاتها العالمية. وقالت جوانا لحام الشريك الرئيسي في السوق البحرينية للمنتدى الاقتصادي العالمي إن المنتدى الاقتصادي العالمي سعيد بتوسيع حضوره في البحرين بهدف زيادة تمثيله في صياغة الأجندات العالمية. في اليوم الخامس لأعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير أمام القمة العالمية إن بنوك الإمارات خصصت 270 مليار دولار للتمويل الأخضر. وجاء الإعلان في اليوم المخصص للتمويل بالمؤتمر المقام في دبي، والذي يضاف إلى قائمة متزايدة من التعهدات بشأن كافة الأمور، بدءا من بناء الطاقة المتجددة إلى مساعدة المزارعين على تحسين جودة التربة. وأكد الغرير تحقيق طموح دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الإعلان التاريخي، حيث تعهدت الخدمات المصرفية لاتحاد مصارف الإمارات والبنوك الوطنية بشكل جماعي تخصيص مبلغ للتمويل الأخضر. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. قفزت أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية جديدة في التعاملات لليوم الثاني على التوالي، إذ تجاوزت الأسعار الفورية 2100 دولار للأونصة بعد أن عززت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من ثقة المتداولين في أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل. وأكد باول أن المركزي الأمريكي لا يخطط لخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي. ونظرت الأسواق إلى تصريحاته على أنها تميل إلى التيسير النقدي، مما أدى إلى انخفاض مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات. كسرت عملة بيتكوين مستوى 40,000 دولار للمرة الأولى العام الجاري، وسط موجة من الزخم على خلفية الرهانات واسعة النطاق على خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، إلى جانب توقعات المتداولين بالموافقة الوشيكة على صندوق الاستثمارات المتداولي في البيتكوين. وسجلت أكبر عملة افتراضية في العالم 41,552 دولار. كما يبدو أنها ستضع حدا للأداء غير المتوقع لأسواق الكريبتو منذ انهيار شركة بورصات العملات المشفرة FTX وإخفاقات شركات الكريبتو الأخرى خلال عام 2022. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.